عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. كذا تواصلنا بعدما شاهدنا الوضيحي صاحب التوقيت الافضل حامد بن عبد الله بن سليم الدرعي تهالينا وناموس 7:39. اما اللي خذ المركز الثاني كان شاهين وسهيل بن سيب سهيل بن كلثم الخيلي خذ المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول مع شاهين ومحمد بن احمد بن لهويم العامري. هذه هي نتائجنا للمراكز الثلاث الاوائل مع افضل التوقيت الزمني 7:39. تهالينا وناموس وسلام لهالي القوع، سلام على افضل التوقيت الزمني. ينطلق شوطنا الثامن والحمد الكريم. منتصف الاشواط في هذا الصباح اعلنت وبدات انطلاقتها في هذه الاثاره وبهذا الانطلاق المستمر مع هذه الشعارات ومع هذه ايضا الاسماء الحاضره في هذا الانطلاق. مقدمه الشوط المركز الاول بلقى في هذه اللحظات يتقدم الجموع اللي هو زيزوم محمد بن مبارك بن سالم العامري، يقدم زيزوم مع المركز الاول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني الشهم وسيف بن محمد بن البحري العامري خذ المركز الثاني. يا مرحبا بهالي بواب 11 اليوم، حضورهم صراحه مشرف ما شاء الله. وصلتنا ايضا مشاهدينا الاعزاء هناك تهنئه من ايضا وايضا من بن كردوس على فوز الباهيه وحصولها على المركز الاول مايد بن سالمين بن كردوس العامري، هي من حققت الاشواط. بالبحري ايضا مستمر مع المركز الثاني. المركز الثالث نتقدم مشاهدينا الاعزاء بلقى الفهد سلطان بن مسعود بن سعيد النيادي خذ المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع عزام مطر بن راهي بن علي بن مفتاح الشامسي خذ المركز الثالث او الرابع، نعم المركز الخامس. المركز الخامس اصبح اللي هو ايضا مدلل سالم بن عويضه بن سهيل الخيلي. هذه هي نتائجنا مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسه الاوائل دعناها الى مسامعكم في هذه اللحظات وبهذه التحديات، حيث انه يبلغ نصاب الشوط 32 مشاركه. 32 ايضا مشارك في هذا الانطلاق وبهذه التحديات وبهذه الاثاره المستمره ما شاء الله. تبارك الرحمن بدات الاسماء ايضا تتقدم وبدات الاسماء ايضا تزحف نحو ركب الصداره. هذه هي المجموعه الخلفيه التي امام حضراتكم وامام انظاركم في هذه الاثاره وبهذا الانطلاق. اعود مع مقدمه الشوط. اوه شيء هني هني شيء فيه الشوط، شيء فيه الشوط يا اخوان شمه ما شاء الله تبارك الرحمن. بدت الامور بدت الامور ولكن صداره الشوط والمقدمه في هذه اللحظات. بعود مع المركز الاول، لا زال على المركز الاول زيزوم، زيزوم مع المركز الاول يتقدم الجموع في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق على الصداره على مقدمه الشوط. زيزوم الصداره محمد بن مبارك بن سالم العامري مع المركز الاول ما شاء الله، قدم دروك مع اشواطنا الاولى في هذا الصباح. يقدم زيزوم في هذه الاثاره على مقدمه الشوط. المركز الثاني بلقى الفهد مع المركز الثاني سلطان بن مسعود بن سعيد النيادي هذا المركز الثاني. المركز الثالث شوف التقدم في هذه اللحظات مع عزام مطرب الراهد بن علي بن مفتاح الشامسي خذ المركز الثالث. المركز الرابع تابع لي هناك وش اللي قادم في هذه اللحظات.
وشهادة التقدم وشهادة القدوم مع المركز الرابع. الوصول أيها الحبل الكريم مع اللي هو هداد عوض بن محماس بن عوض الشامسي، خذ المركز الرابع المركز الخامس. تقدم من خلال تواجد أيضا مرقاب وسهيل بن أحمد بالدحب العامري، يقدم مرقاب على مستوى المركز الخامس، غير على الرابع والمركز الخامس هناك تابع لي. أيضا تقدم وحضور في هذه اللحظات من خلال تواجد مشاهدين الأعزاء، وتقدم اللي هو مشاهدين الأعزاء الله قلمود وهزاع بن هلال بن ناصر الرشيدي يتقدم في هذه اللحظات. تابع الشعارات والأسماء القادمة والتي نوت بالزحف نحو ركب الصدارة في هذه اللحظات وبهذه أيضا. الله يا سلام، انعطف الميدان، انعطف الميدان إلى خط النهاية، والتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد قلمود هزاع بن هلال بن ناصر الرشيدي يتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة على مقدمة الشوط. هذا هو الرشيدي، هذا هو الرشيدي مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا التقدم ما شاء الله. أروح الرشيدي مع المركز الأول قلمود هزاع بن هلال بن ناصر الرشيدي هو من يتقدم القموع في هذه اللحظات. ويبدو أن أهالي الباطنة، أهالي الباطنة مشاهدينا الكرام يترقبون الساحل الشرقي السلامات في هذه اللحظات مع المركز الأول مع هذا التقدم والإبداع والتحدي والإثارة ما شاء الله. هذا هو قلمود وهذا التقدم مع المركز الثاني. يا سلام عليك يا نيادي، يقدم في هذه اللحظات الفهد سلطان بن مسعود بن سعيد النيادي مع المركز الثاني. المركز الثالث شوف التقدم في هذه اللحظات القدوم من خلال تواجد زيزوم محمد بن مبارك بن سالم، محمد بن مبارك نعم بن سالم العامري. بدأت الأمور وبدأ الإقلاع والاندفاع، بدأت الأمور وبدأ الإقلاع والاندفاع في هذه اللحظات. المختبر البادي براهيم بن سالم نعيمي هو من يقدم المختبر في هذه الإثارة وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله. تبارك الرحمن، أتانا من الصفوف الخلفية ما شاء الله وتبارك الرحمن. حي هالرقص، حياه حي هالاندفاع، حياه مع المركز الأول مع المختبر. المختبر 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 على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع وبهذا الإبداع. يقدم المختبر البادي راشد بن سالم نعيمي مع المركز الأول في هذه الإثارة وبهذا الانطلاق ما شاء الله. بدأ بالاندفاع، سلوم سلام أيضا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع المختبر في هذا الاختبار، في هذا الاختبار المميز. تهانينا وناموس نبعثه للبادي بن سالم أو البادي بن راشد بن سالم نعيمي. المركز الثاني عند الرشيدي، المركز الثالث هو الحفل الكريم يبدو أنه عند أحمد بن مبارك الاكتبي، والمركز الرابع المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء هداد عوض بن محماس بن عوض الشامسي، والمركز الخامس كان زيزو محمد بن مبارك بن سالم العامري. هذه هي نتائجنا مشاهدينا الكرام، دعناها إلى مسامعكم بالوفاء والتمام والكمال، كامل تنمى كمل وتوقيتنا الزمني في هذه اللحظات وبهذه التحديات ما شاء الله. 7:47 تهانينا والناموس مع المختبر ومالك المختبر البادي بن راشد بن سالم النعيمي، له التحية على هذا الفوز والانتصار.